المزيد من التفاصيل حول العالم عالمين ومهرجان العالمين الجديدة ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري رامي محمد. رامي، ضعني في أجواء الاحتفالات ومهرجان العالم عالمين. تحياتي لك ولكل متابعينا من أحد شواطئ مدينة العالمين الجديدة، وبالتحديد من أمام إحدى علامات مدينة العالمين الأبراج العالية، حيث تستمر إقبال المواطنين والحضور سواء من المصريين وغير المصريين على شواطئ مدينة العالمين بامتداد الزخم وأيضا التنوع الكبير الذي تشهده هذه الشواطئ من فعاليات وأنشطة خاصة بمهرجان العالم عالمين. هذه الأنشطة التي شكلت بشكل كبير عناصر جذب لجميع فئات الأسرة المصرية وغير المصريين من كافة الفئات والأعمار المختلفة، الوافدين طوال أيام الأسبوع وخاصة مع نهاية أيام الأسبوع بتزداد الأعداد بشكل كبير على جميع المناطق الخاصة بمدينة العالمين الجديدة. ونحن في واحد من أهم هذه الشواطئ التي بها العديد من الأنشطة الخاصة بالأطفال والشباب والكبار وغير ذلك من الأعمار والفئات المختلفة للأسر المصرية، خاصة مع استعداد هذه الشواطئ لانطلاق عدد من المنافسات والتحديات الرياضية ضمن فعاليات مهرجان العالم عالمين. نتحدث عن بطولة الجودو العربية قريبا وأيضا بطولة البدل والعديد من البطولات والأنشطة ومنها الكرة الشاطئية الخاصة بعدد من الشواطئ منها الذي أتواجد به الآن. هذه الشواطئ التي سوف تشهد العديد من الفعاليات والأنشطة سواء بمهرجان العالم عالمين أو باستمرار أيام الأسبوع بها عدد من الأنشطة المختلفة لكافة الفئات. هذا هو المشهد، استمرار للفعاليات. عودة لك. نعم رامي، ماذا عن أحوال الطقس في العالمين؟ أحوال الطقس طوال أيام الأسبوع ما بين أوقات تكون فيها ذروة الشمس والحرارة في الأوقات منتصف اليوم، أما مع الصباح أو مع انكسار حدة الشمس تكون الأجواء هنا ساحرة، أجواء لطيفة من الجو، ما يسمح للجمهور وللمصريين وغير المصريين بالحضور إلى الشواطئ والنزول أيضا إلى الأماكن الأخرى المختلفة منها ممشى أهل مصر. كان هناك حضور كبير للأسر المصرية وغيرها خاصة مع بداية ساعات الليل الأولى ووجود الأجواء اللطيفة من درجات الحرارة. نعم، أشكرك رامي محمد مراسل التلفزيون المصري ناقلا إلينا أجواء احتفالات ومهرجان العالم عالمين.